فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء. وكان المقرر في هذا المجلس بإذن الله تعالى هو مدارسة النحو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصل بنا الكلام إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول به. باب المفعول به، هذا أول المنصوبات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في قوله باب المنصوبات. ثم المفعول به في اللغة هو كل ما وقع عليه فعل الفاعل، فهو مفعول به لغة، لكن الذي يهمنا هنا هو المفعول به في اصطلاح النحاة. عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله، قال: المفعول به هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل. إذن فالمفعول به هو كل اسم وقع فعل الفاعل عليه، كل اسم وقع فعل الفاعل عليه فهو مفعول به، إما إثباتا أو نفيا. كل اسم خرج به الفعل والحرف فهذا لا يكون مفعولا به. وقع عليه فعل الفاعل، أي وقع عليه فعل الفاعل. قل مثلا: ضربت زيدا، فزيدا هذا وقع عليه فعل الفاعل هو الضرب. ضرب محمد زيدا، فمحمد فاعل، فعله هو الضرب. الضرب هو هذا، وقع على ماذا؟ على زيد. إذن فزيد هنا وقع عليه فعل الفاعل فهو إذن مفعول به. قولهم هنا إثباتا أو نفيا. إثباتا كما تقدم، تقول مثلا: حفظت القرآن، فهذا فيه إثبات الشيء، وقع فعل الفاعل على القرآن. حفظ الفاعل وقع على ماذا؟ على القرآن. فالقرآن إذن هنا في قولك حفظت القرآن فعل الفاعل، هذا إثبات ما فيش النفي. أو نفيا، أو نفيا مثلا تقول ليش: لم يضرب زيد عمرا، أو ما حفظت القرآن مثلا. فما حفظت القرآن، فالقرآن هناش ما نافية، حفظت فعل وفاعل، القرآن هناش مفعول به. لماذا هنا مفعول به هناش؟ لأنه يعني وقع عليه، هنا لم يقع عليه فعل فاعل، وإنما نفي عنه الفعل. لكن لو يعني أراد الإنسان مثلا أن يحفظ القرآن لأمكن ذلك، وذلك قالوا هناش بأن القرآن هنا مفعول به بالقوة، أي لأنه لو أراد الإنسان أن يحفظ القرآن حفظه. تقول مثلا: لم أضرب زيدا، فزيد هنا لم يقع عليه فعل الفاعل، ولكن لو أراد يعني مثلا زيد عمرو أن يضرب زيدا لأمكن ذلك، لذلك هنا فلم يضرب زيد عمرا، فعمر هنا مفعول به بالقوة، لم يعني حرف نفي وجزم، يضرب فعل مضارع مجزوم بلم، زيد فاعل، عمرا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى يعني هو كل اسم، فالاسم هنا يشمل الاسم الصريح، نحو قولك مثلا: حفظت القرآن، فالقرآن هنا اسم صريح تلفظت به من غير احتياج إلى تأويل ولا شيء، هذا يسمى اسما صريحا. ويشمل أيضا الاسم المؤول بالصريح، والمقصود به هو كل فعل مؤول مع حرف مصدر بمصدر على أنه إيش؟ على أنه مفعول به. مثلا يأتون بقوله تعالى مثلا: ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا هذا فعل وفاعل، ودوا فعل وفاعل، اصلا مفعول به ديالو لم يوجد فيهاش في 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 الالفاظ الظاهره. لو تدهن فيدهنون، اي قالوا هنا لو وما دخلت عليه اللي هو تدهن في تاويل مصدر منصوب على انه مفعول به لفعل متقدم اللي هو ودوا، أي ودوا إدهانكم، ودوا إدهانكم. إذن فالاسم هنا يشمل الاسم الصريح
والمؤول بالصريح بالصريح. إنتاج المسلم الأمازيغي.